الكثير من الأعمال الفنية الكويتية ما زالت راسخة بذاكرتنا، أعمال أثرت في أجيال مختلفة بقوة نجومها وأحداثها. وإحنا في ذكريات بنرد فيكم بالزمن ونسترجع معاكم أهم أعمالنا الكويتية بنجومها وأحداثها ومعلومات ممكن تسمعونها للمرة الأولى. كل عام وانتوا بخير مشاهدينا، وعساكم من عوادة وأحبابة. في حلقة اليوم اخترنا لكم أجمل وأشهر الأغاني الكويتية الخاصة في فترة الأعياد، وخصوصا في عيد الفطر، واللي اعتاد تلفزيون وإذاعة دولة الكويت منذ عدة عقود بثها إذانا بليلة العيد. ورغم بساطة الإمكانات ووسائل الاتصال قديماً وعدم وجود شبكات الإنترنت والكم الهائل من المحطات الفضائية، لكن هذه الأغاني استطاعت الانتشار محلياً وعربياً وحتى عالمياً. والبداية بتكون مع أغنية غريد الشاطئ، مرحبا بالعيد يا محلى أيامه، اللي غناها بمناسبة عيد الفطر السعيد وسجلها عام 1961. يا مرحبا بهالعيد يا محلى أيامه، يا مرحبا بهالعيد يا محلى وغنية العيد هالهلالة تعود إلى بداية الستينيات بعد عودة مجموعة من المطربين للإذاعة بتشجيع من وزير الإعلام الأسبق الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه، ومنهم الفنان محمود الكويتي اللي غني هذه الغناية، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر إبراهيم الزديراوي النجدي. عيد هالهلالة كل الطرب يحلالة، العيد هالهلالة والله كل الطرب يحلالة، يا ربنا زيد النعم يا ربنا زيد النعم، حسن جميع الحالة حسن جميع الحالة،
فين يا فرحة فين واختانا؟ قالت تعال على الكويت ويانا واخدانا. وأيضا أغنية الراحل صالح الحريبي عايدو اللي أبدع في أدائها وغنائها، وتعد من الأغاني المرتبطة في كل زمان ومكان بفرحة العيد. كل سكة فرحة كبيرة، الله يهني أهل الديرة أهل الديرة. كل سكة فرحة كبيرة، الله يهني أهل الديرة أهل الديرة. عيد تهاني رقص أغاني وزينة حلوة حلوة على المباني. عيد تهاني رقص أغاني وزينة حلوة حلوة على المباني. عيدوا عساكم من عوان، عيدوا عيدوا ولا يقطعها منا. وأخيرا الموسيقى والرقصات والأغاني والاحتفالات الشعبية احتلت جانبا مهما من المجتمع الكويتي، حيث كانت الاحتفالات بعيدي الفطر والأضحى. أهلك وجارك وفرح معهم بالعيد وشارك. عيد أصحابك وأهلك وجارك وفرح معهم بالعيد وشارك. ناهيك عن الأعياد الوطنية، وكانت تشارك فيها جميع الفرق الشعبية والبحرية، وتقام العرضة وتدق الطبول والمراويس والعود والشيلات والتصفيق كأدوات موسيقية لمعظم الأغنيات. الحلقة نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه المعلومات، وقدرنا نسترجع معاكم بعض الذكريات من مشاهد وأسرار وأحداث أعمالنا الكويتية الخالدة. نشوفكم في الحلقة الجاية.